بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة أمل تشانل. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي إن إحنا نعمل قصة كرتون ونحركها بحيث إن إحنا نعملها فيديو في الباوربوينت. يعني أنا هحط أشكال أو صور، الصور دي هنعملها أنيميشن. هنشوف مع بعض إزاي إن إحنا نضيف الصور وإزاي إن إحنا نعمل لها أنيميشن. قبل ما أبتدي الدرس، في دروس للباوربوينت على الموبايل، يعني في ناس كتيرة بتحتاج الباوربوينت على الجوال، بيكون أسهل عندها في الشغل. في دروس كتيرة عندي للباوربوينت على الموبايل، بتدوس على اسم القناة من أسفل الفيديو بيدخلكوا على القناة وبتشوفوا جميع الدروس. كمان عندي قناتي جرافيك ديزاينر، ودي قناة رئيسية اللي فيها جميع البرامج اللي هي برامج الجرافيك والرسم الهندسي، أوتوكاد، ريفيت، 3 دي ماكس، فوتوشوب، بريمير، افتر افكس. لو عايزين تطلعوا على القناة دي وتشتركوا فيها هحط لكم لينك القناة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. ده الباوربوينت زي ما احنا عارفين. هاجي أدوس كده من فوق وأشيل ده وأقول له ديليت، وبعدين أشيل ده وأقول له ديليت، وأجي عند انزرت هنا أقول له بيكتشرز ذا ديفايس من الكمبيوتر. عندي أشكال أنا مختاراها، فأنا أول حاجة هاجي أرجع كده هقول له أنا عايزة الأرضية بتاعتي أهي، وأجي أكبر. طبعا الافضل انها تكون الريزوليوشن بتاعتها عاليه اهي بالشكل ده كده. وبعدين اروح برضو على انزرت واجي اقول له بيكتشرز وذا ديفايس، واختار عندي من هنا اقول له نيو فولدر، واختار شكل اللي هو مبنى المدرسه اللي موجود عندي، وبعدين انزرت بيكتشرز اهي، واجي اختار شكل الطيور دي اهي. بنيجي نصغر من الدوائر دي اهي بالشكل ده اهو، وبعدين اجي اخدها تاني انزرت بيكتشرز اهي، بالشكل ده كده اهو كويس. واجي هقول له انزرت واختار ده اهو، احطهم هنا واصغر اهو، واجي اختار الصورة اللي بعد كده الدوائر دي اهو، بسحب كده واصغر اهي بالشكل ده كده، وبعدين برضو هختار ده اهو مثلا بحطه كده، صغره شوية اهو كويس. يبقى انا كده عملت سكول، مدرسة، وفي جنينة، وفي أطفال بتلعب، وعندي طيور زي ما احنا شايفين كده. طيب أنا هاجي أعمل أنيميشن للحاجات دي. بعمل لها أنيميشن إزاي؟ هروح عند أنيميشنز فوق هنا، وأجي أدوس على اللي أنا عايز أعمل له أنيميشن، مثلا الطيور دي كده، وأجي أفتح السهم ده كده وأقول له لاين موشن باث اللي هي دي لاين. طبعا هو نزلها لي لتحت، لا انا عايزه اغير، باجي اعملها ليفت انها تتحرك كده. طيب انا عايزه اغير في اهو الخط بتاعي زي ما احنا شايفين، بحركه بحيث انها تمشي بالشكل ده كده، وهاجي لدي برضو اعمل لها انيميشن لاين، برضو اغير هعملها ليفت اهي، هاجي برضو من هنا اهي بحركها بالشكل ده، واجي عند العصفور ده واجي برضو اعمله لاين، ونغير الافكت اوبشنز من هنا زي ما انا شايفين كده واعمله رايت
ادوس عليه وادوس على الخط بتاعي عشان اقدر ان انا اللي هو الخط الانيميشن عشان اقدر احركه واجي من النقطة دي كده احرك كده اهو كويس اهو واجي عند الاولاد دول وافتح السهم ده كده واجي هنا مور فيدس افكت اللي هي تاني واحدة هنا بدوس عليها كده واختار تير اللي هي موجودة هنا دي تعمل لي حركة الاولاد بالشكل ده واجي عند المجموعة دي برضو هعمل لها لاين برضو من افكت اوبشنز من هنا بقول له ليفت اتحرك كده اهو برضو هندوس على الخط نفسه عشان احركهم للاخر او لبره احنا شايفين كده وبعدين هروح على انيميشن بان قبل ما اروح عند انيميشن بان هاجي اشوف الحاجات اللي عندي وبعدين السكول هنا ممكن ان انا احرك المبنى بتاعي اعمل له فلاي ان بالشكل ده كده طيب واجي اغير هنا اون كليك لا انا مش عايزاه اون كليك هقول له ويز بريفيوس وبعدين هنا هكبر 1.5 بالشكل ده واجي نفس الكلام هنا برضو with previous وهنا عشان كلهم يتحركوا مع بعض 1.5 وهنا نفس الكلام اهو ده عشان الحركة الانيميشن بالشكل ده وهنا برضو previous 1.5 وهنا 1.5 كويس يبقى انا كده حركتهم كلهم ده لسه متحركش مغيرتوش برضو هقول 1.5 ونيجي عند انيميشن بان اللي هي موجودة هنا دي كويس فتح حالي هنا طيب انا خلاص كده خلصت عايز اعمل حركة بلاي اول هدوس على بلاي اول هنا اهي شايفين ادي الحركة اتعملت معي ممكن ان انا اغير في الحركة زي ما انا عايزة يعني مثلا ممكن هنا ده احركه يطلع لفوق كده وده نفس الكلام اهو عشان يطلعوا بره واجي اعمل له انيميشن اهو انيميشن اول شايفين اهو يبقى انا كده عملت ستوري عملت حركة بأشكال كرتونية او صور كرتونية على برنامج الباوربوينت عايزة بقى اسيفه على هيئة فيديو بروح على فايل من هنا بالشكل ده واقول له اكسبورت واختار كرييت ا فيديو واقلل بقى هنا لخمس ثواني هقول له لحد 2 ثانية وهقول له كرييت فيديو واحط الفيديو بتاعي في المكان اللي انا عايزاه فمثلا انا احطه على الفولدر اللي فيه شرح الفايل واسميه برزنتيشن واقول له سيف هو تحت اهو بيحملهولي تحت كده خلص تحميل هاجي اروح على الفولدرات اللي على الكمبيوتر واجي اشوف اهو برزنتيشن نزل اهو بفتحه اهو شايفين عملت بلاي عملهولي اي في اي يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس اذا استفدتوا من الدرس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد زوروني في الدروس القادمه استودعكم الله عز وجل